سعداء كثيرا بمشاركتنا اليوم في هذا المعرض الدولي كشركة ميدسن. هي غنية عن التعريف في السوق المحلي، تشتغل في صناعة الإنارة منذ أكثر من 40 سنة. كل منتجاتنا هي من تصميم المعلم والمؤسس صباح الدين فورتولان. اليوم بصفتي كممثلة لقسم التصدير أقول بافتخار أن شركة ميدسن استطاعت أن تثبت حضورها في أكثر من 50 دولة، بما فيها نقاط بيع، ممثلين وشركاء أيضا. اليوم يمكننا أن نجد منتجات ميدسن في كل الفنادق الكبرى للعالم، أيضا في المدارس، المنشآت الحكومية وغيرها من الأماكن. اليوم ننتظر زبائننا وننتظر ضيوفنا بكل سرور.